حبابنا الكرام، مباراة اليوم لأبطالنا وفاق الصيف والأهلي المصري. بس قبل ما نشوف ملخص مباراة هذه اليوم، للي بحب فلسطين واللي بحب يدعم فلسطين قلبا ومعنويا وإلكترونيا، ادعمنا عبر قناتنا على اليوتيوب حسام بالحاج، لأننا فلسطين وليكن الصوت الفلسطيني دوما مسموع في جميع أنحاء العالم. تعالوا مع بعض نشوف ملخص هذا اليوم. مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حسام أبو الحاج. أحبابنا الكرام، بنرحب بكم أجمل الترحاب، حللتم سهلا ونزلتم سهلا في قناتي أنا الفلسطيني حسام أبو الحاج من غزة. حبينا أولا نعرفكم عن نفسنا، قناتنا هي قناة اجتماعية، هي قناة ثقافية، هي قناة رياضية. طبعا كل لهياتنا نعرف ما يجري في فلسطين وماذا تواجه فلسطين من صعاب ومن يعني دمار شامل لأهلها وشعبها، ولكن الشعب الفلسطيني ما زال مثابر، ما زال يسعى لأن يكون دوما ناجح ومتألق، ونحن كشباب فلسطين دوما نسعى بالنجاح رغم الألم ورغم الصعاب ورغم ما يعمله الاحتلال بنا وما هي المواجهات التي نواجهها ضد الاحتلال، ولكن سنبقى مستمرين. أحبابنا الكرام، ياريت قبل ما نبلش ملخص مباراة هذا اليوم وتحليل هذا اليوم للفرقين الأبطال وفاق الصيف والأهلي، ياريت أتمنى تدعموني، مطالب أطلب كتير، فقط لأجل القضية الفلسطينية، فقط لأجل فلسطين، لأجل من يحب فلسطين وإذا أنت بتحب فلسطين ادعمني، اشترك في القناة، نحن نستحق الدعم بإذن الله تعالى. وبكل تأكيد سيبقى الصوت الفلسطيني عالي في كل مكان، لو حاولوا يخفونا عن الإعلام سنطلع لكم بقنواتنا الشبابية، سنخرج لكم بحساباتنا على الفيسبوك، سنخرج من كل مكان ونقهر السجان ونقهر العدو ونسمع العالم أجمع ما هي القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية تستحق أن تكون في كل مكان، لأنها والله على حق بكل تأكيد، وأنا متأكد أنت يا من تشاهدني تعرف من هي القضية الفلسطينية وتعرف أننا على حق. فنسأل الله التوفيق لنا ولكم، نسأل الله أن يوفق دربكم ودربنا، نسأل الله أن يجعل خطاكم وخطانا الجنة، أن ينسأل الله كل من يدعم كل فلسطيني أن يجعل طريقه الجنان، أن يجعل طريقه التوفيق، أن يجعل طريقه التألق، أن لا يضع له أي تعب في الدنيا، ونحن والله كفلسطينيين نستحق الدعم. أحبابنا الكرام، طبعا إنتوا كمان بتعرفوا إحنا على قنوات الفلسطينية ما بنقدر ننزل الملخصات بشكل كامل أو بشكل بصورة حية بسبب نحن بنخاف للحضر، وخصوصا نحن في مكان أعداؤنا فوق رأسنا، ولكن إحنا حنترككم رابط المباراة تحت في صندوق الوصف. أنا في هذا الفيديو فقط خرجت لأطلب منكم الدعم، لمن كل يحب فلسطين لأطلب منكم الدعم، وليبقى صوت فلسطين دوما عالي. وعلى قولة ياسر عرفات، القدس عاصمة لفلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى. وتمنى كرروا معي، القدس عاصمة لفلسطين، القدس عاصمة لفلسطين. غيظوا لترامب ونتنياهو وكلهم اللي بيقولوا القدس مش عاصمة لفلسطين، لا، القدس عاصمة لفلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى. وسيدوم الوفق الفلسطيني، وستدوم الأقصى محررة بإذن الله من دنس الاحتلال الصهيوني، ولن يخيب ظننا بالله عز وجل طالما الله عظيم وطالما الله معنا وأنتم تدعمونا ومعنا. كل التحية لكم أحبابنا الكرام، إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى للتأكيد أشترك في قناتي ودعمني أنا الفلسطيني، ولنوصل للمئة ألف مشترك في أقرب وقت، ونقدر نصنع لأن مستقبل بإذن الله تعالى وبدعمكم مستمرين. أحبابنا الكرام، كل التحية لكم، كان معكم حسام أبو الحاج ابن فلسطين ابن غزة، وكل التحية بكل شخص جديد حل على قناتي، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن بكم إن شاء الله وبحسن الظن بي، وشكرا لكم. كان معكم حسام أبو الحاج، بأمان الله، استودعتكم ربي، السلام عليكم.